سلام طهر يا عليا اتبدى من الشمال شوية يا عليا اتبسك من اللي اتبسك فيا يا رجليا يا ريتنا نقابلش الناس ليا فما بالنسبة لي فانا يا اصحابي بطلع عندي كلام في غيابي يا ندالة اصحابي ما طلعوش رجالة يا خسارة اللي صرفت انا ابن عبارة والبقاء لله مش للي معاه على سامع اليوم شايف اه يا ابو دوله واحد واحد على فش الاعطار واللي قاعد يتزن وطاقي ولا واحد شغال انا نفسي طويل خلي بالك العين مش خضرة بس الكاريزما حضرة الروح حقيقي اوريك ورين ان رزقه على الله يرفع ايده لفوق كده حاضر خلي بالك كده رايق حاضر بس بقى اعملوا كده اعملوا كده ايه انا مش مرتاح انا كل مشاعري واحاسيسي مليانه جراح بتروح من كل الناس جدا ومفيش افراح وان كل الناس كان على وجعي كل العنور يطفي نور وحدات النبي خلي بالك العمده اهو والعمده اهو العمده اهو وعم السحريق النور والنبي تفضل النور صلي على النبي يا رجاله انا اقول يا رب ما تقف قدام حاكم ظالم واللي تطلع كشاف تليفونك وتعمل كده يا رب ما تتكلمش فيها خد تليفونك يا عم شايل تليفونات 10 تليفونات نور لا مش هنشتغل مش هنشتغل واحده واحده هو احنا مش مجال يا عم دي اسس خالص يا ابو النجا اللي عمال يطفي النور يا عم ناصر يا سلوسي طفي لنا النور وحياه امك يا عم ناصر خلي بالك انا ما دخلتش على حد بحاجه في الاخر انا اسف اعذروني خلي بالك انا فيا شغل الله مش عايزين ندعي على حد هجيلك يا رب اللي ما يطلع كشاف تليفونه تليفونه يجيب شاشه في ايده يا رب يا رب يا رب اللي ينور الكشاف يجيب 14 برو ماكس السنه دي كده يا رب لا لسه 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 كده هو ماشي هنا بقى عشان كده احنا يا رب ما تعبى منك لا لسه يلا تطلع التليفون والشاشه لسه بقول لك ايه هات مكانك كده عادي كله عادي عشان خاطر ده ماشي ترابيزه اللي ورا الكرسي انا بقول يا رب ما تعبى منك ولا هتقوم تنور كشاف تليفونك يا رب ما تعبى منك على الله والله الناس دي في الجيش لا انزل لا والله عيب يا جدعان والله عيب هننزل كده هننزل هنقع هنقع انا اقول رزقك على الله ولا هتقول تقف من اللي خلق رزقك على الله رزقك على الله اللي كنت عيبك انا مش من
مش عايز